أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأبارك لكم هذه الليلة الطيبة والعطرة ذكرى ميلاد إمامنا وسيدنا وأمل المستضعفين والمحرومين في العالم أجمع. أحني إمام العصر وطاووس أهل الجنة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، واجعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. راح نبدأ بأبيات من الشعر حتى شوية نطري المجلس إن شاء الله. آلُ طه آلُ طه طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. ومهدي ومهدي حبي أنا استأثر بي، ومهدي حبيت من صغر سني، ومهدي شعبان بالأئمة يزهروا، مهدي نور زهر على كل البرية. صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بكم هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عاد الزهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر. فيا صاحب الأمر أنت الرجاء، فمن عند ذكرك لم يخشعي، ويا كوثرا فاض منه الزلال، ويا منبعا طبت من منبعي، أمني بك النفس حيث الشفيع، فمن لي إذا أنت لم تشفعي، فأنت النجاة وأنت الصراط وأنت رجائي يا بل مطمعي. صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، وهي أعظم ليلة بعد ليلة القدر الشريفة التي اختارها الله عز وجل لتكون أيضا تزداد شرفا بولادة إمامنا وسيدنا وقائم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هو الإمام المهدي سلام الله عليه. أيها الأحبة، في هذه الليلة طبعا هي ليلة عبادة، ولما نذكر هذه الليلة ولعل الله عز وجل يوفق أن نبقى قليلا بعد الصلاة لمن له مجال، يعني
ليلة عبادة وتضرع واستغفار وليلة فرح أيضا. أي إنسان لا يفرح بولادة إمامه وقائده؟ ومن دوما نلهج باسمه حينما يذكر نضع أيدينا على رؤوسنا، وحينما تضيق بنا الأمور يبقى عندنا بارقة من الأمل وخيط من الأمل، ونمني النفس بأن يوما سوف يكون قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حينما نعيش في هذه الأجواء والظلم يستفحل والظلم ينتشر كما وعد الله عز وجل بذلك، نعيش ذلك الأمل بأن من سيملأ هذه الأرض بالعدل والقسط بعد أن ملأت بالظلم والجور ليس إلا إمامنا الإمام المهدي سلام الله عليه. لا نريد أن نذكر، طبعا نحن نفترض أننا نعرف الإمام أو نعرف على الأقل نقتنع بمشروعه سلام الله عليه، ولكن هناك كلام طويل في هذا. ماذا يريد الإمام عليه السلام؟ ولماذا التأخير؟ ولماذا شعراء أهل البيت عندهم أشعار طويلة، قصائد طويلة، ما يسمى بالاستنهاض، يستنهضون الإمام عليه السلام أنه لماذا التأخير؟ ومتى الظهور يا ابن الحسن؟ ولماذا التأخير؟ فعلا قد يسأل الناس هذا السؤال. إذا كان الإمام سيأتي بقوة من الله عز وجل ومؤيد من الله عز وجل، وهذا في الروايات عندنا عند المسلمين كافة، أن الإمام سيأتي ويحمل معه بعض المعجزات التي جاء بها الأنبياء من قبل، كعصا موسى وكالتابوت الذي فيه سكينة والله تعالى ينصره بالرعب وغير ذلك من الآيات والمعجزات. إذا كان يملك هذه المعجزات، إذن لماذا لا يخرج الآن وقد ملئت بالظلم وقد ملئت بالجور؟ أيها الأحبة، علينا أن نعرف أول شيء أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي من قضايا الغيب، ليس للعقل، العقل الذي نحن ندعي أننا يعني نحمله، ليس للعقل الذي متعارف عند الناس أن يقبل بإمامة طفل له من العمر 5 سنوات. لو قلت لأي إنسان اليوم نحن الشيعة نعتقد بأن إمامنا غاب عن الأنظار قبل 1200 ونيف من السنين وكان عمره 5 سنوات، قد يسخر منا ويسخر من هذه العقيدة، ولكن لا يهم ذلك، سخر أو لم يسخر، إن الأديان كل الأديان بشروا بهذا القائم وبشروا بهذا الموعود في المسيحية وفي اليهودية وفي غيرها، لأن الإمام المهدي عليه السلام لم يحمل مشروع أسرة ولا يحمل مشروع عشيرة ولا يحمل مشروع قبيلة، وإنما يحمل مشروع الإنسان، كل الإنسان. ومن هنا مهمته صعبة، مهمة الإمام من هنا كانت صعبة. الإمام لا يأتي بالمعجزة ويقلب الناس، لأن الله عز وجل بنى كل شيء على أساس السنن، إن الله لا يغير ما بالقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو بقي الناس يدعون للإمام ليلا ونهارا ويتمنون ويبكون وغير ذلك، ولكن لم يغيروا واقعهم أو لم يريدوا أن يتغيروا، الإمام لماذا يأتي؟ الإمام عليه السلام يأتي بمشروع، ما هو مشروعه؟ وعلينا أن نفهم هذا المشروع، نحن مسؤولون، والذي لا يريد أن يعرف هذا المشروع والذي يفهم أن الإمام عليه السلام هو فقط دعاء وفقط مثلا مناجات له وهو جيد ومطلوب منا على المستوى العاطفي، ولكن على المستويات الأخرى أين نحن؟ نحن أين؟ السؤال هنا أين محلنا في حركة ومشروع الإمام سلام الله عليه؟ نحن شو عملنا الآن؟ إحنا جينا إلى أمريكا وعندنا أولاد صاروا هون بأمريكا وخلوا وكبروا وما ما شاء الله عم يخلقوا كل يوم يعني جيل جديد، ساعة
سكند جنريشن وثيرد جنريشن وبعد الى الحبل على الجراب. هذه الاجيال اين موقعها واين محلها في حركه الامام سلام الله عليه؟ هل الامام يعني لهم شيئا او لا يعني لهم شيء؟ الا لو سالنا اي واحد من ابنائنا وبناتنا ماذا يمثل لكم الامام؟ ماذا يمثل؟ يعني يمثل مثل الحلم، حلم جميل، حلم وردي، إذ الإنسان يغفو على أنغام جميلة وهادئة أنه في يوم من الأيام راح يصير عدل. طيب أنا شو دوري؟ أنا I don't care. هذا الحقيقة. نحن ما هو دورنا؟ ولماذا نتفاعل مع الإمام ونتعامل بهذا الطريق؟ لأننا لا نعرف شيء عنه. أنا أقول بصراحة نحن لا نعرف شيء عن الإمام مهدي عليه السلام، بس الاسم، والاسم ما نعرف معناته. شو معنى المهدي؟ اسأل أي واحد شو معنى المهدي؟ طيب ولمن سمى الإمام مهدي؟ الله تعالى هو الذي سمى عن طريق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وما معنى أنه يسمى ويلقب المنتظر؟ إذا على مستوى الاسم الإنسان يمكن قد يكون ما يدري معناته، مثلا على مستوى المشروع يكون أصعب القضية. إذن علينا أن نعي وأن ندرك هذه النقطة بشكل واضح ومهم، وأن لا نعيش في عالم كما عاش كثير من الناس. نحن لسنا وحدنا في هذه الطريق منذ ألف وكذا، ذكرت أكثر من 1200 سنة، أكثر من ذلك المسلمون عاشوا قضية الانتظار كل على طريقته. طبعا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، ما نتكلم عن غيرنا، ما دخلنا فيهم، غيرنا عندهم إيمان بالمهدي عليه السلام وأنه سيخرج، ولكن هم يعتقدون أنه غير مولود، أكثرهم يعني، وسيولد بعدين. ولكن كلهم اتفقوا على أن الذي يخرج والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلم ظلما وجورا هو من ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لن تنقضي الأيام ولن تنقضي عمر الدنيا، لا ينقضي ولو بقي منه يوم واحد إلا أن يخرج هذا الإمام، ولا بد أن يملأ هذه الأرض بالقسط والعدل. فهذا وعد الله عز وجل. والله تعالى كتب في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد لا بد أن لا نشك فيه. إذا طالت علينا المحنة وإذا طالت علينا القضية لا ننظر لقضية الإمام عليه السلام من زاويتنا، نقول والله الآن خلص طلعوا الآن السفياني طلع بالشام ومدري مين وجيش كذا داعش وهذا خلص انتهى كل شيء. لا يقول الإنسان ذلك، لأنه كثير قبلنا قالوا نفس الشيء. وكذب الوقاتون، كذب الوقاتون، لأنه الإنسان ذا عاش هذه القضية وأخذ يحدد سوف يقع في حالة الإحباط. قد حدد حتى علماء من قبل كان يقول بعضهم أن عصر الغيبة وعصر الظهور هو تقريب قبل أكثر من 400 سنة. في كما أيام الشيخ المجلسي رحمه الله في صاحب البحار كان يقول أنه الدولة الصفوية هي يطبق عليها الروايات أنه هي التي تحمل الرايات السود وهي التي تنصر الإمام مهدي سلام الله عليه، باعتبار أنه في الشرق رايات السود تأتي من المشرق. فطبق هذا العالم طبق الرواية على أنه الرايات السود هي الرايات التي تأتي من المشرق، يعني من جهة إيران، وهي التي تنصر هذا الإمام وتتوطأ له. ومات المجلسي وصار مئات السنين ولم يكن هؤلاء الصفويون هم الذين يوطئوا الإمام. لا ينبغي الإنسان أن يوطئ. يقال أن أحد العلماء الشيخ المامقاني رحمه الله من كبار العلماء في النجف كان قبل تقريبا 80 سنة، يقال جاءوا مجموعة من الناس ذهبوا إلى زيارة سيد زينب عليه السلام في الشام، وبعد أن رجعوا إليه خبروا بقصة غريبة. قالوا بطريقنا رأينا رجل من الشام اسمه عنبسة. هناك روايات طبعا موجودة أن السفياني اسمه عثمان ابن عنبسة. فقالوا رأينا رجل بالشام اسمه عنبسة، وصادف يعني سأبت وقت وصولنا أنه ولد له ولد سماه عثمان، وهذا الولد كان مش طبيعي، يعني بعده صغير مثلا يمشي طبيعي. فلما خبر هذا العالم سجد لله شكرا أنه الحمد لله احنا صرنا في عصر الظهور، مدام خلق السفياني يعني قربت القضية.
هاي القضية متى؟ قبل 80 سنة. ومات العالم ومات هذا، ما طلع عثمان بن عباس إلى الآن. لا ينبغي للإنسان أن يوقت. نحن دورنا الآن في كثير يسمعون بعض الناس، وحديث جميل هو طبعا، لأن الآن لو أتكلم بالحديث علامات الظهور وماذا يحدث، الإنسان يكيف حتى لو ساعات تكلم ساعات، لأنه الناس يحبوا القصص. طبعا هناك روايات، أنا لا أقول فقط كل شيء هو يذكر غير صحيح، لكن هناك روايات وعند السنة والشيعة. لكن سواء أدركنا هذه الأيام، الله تعالى قدرنا وإياكم أن ندرك أيامه وأن نكون إن شاء الله من أنصاره وأعوانه، أو لم ندرك هذه الأيام، طيب ماذا، ما هو دورنا نحن؟ واحد يفترض ما قدر له أن يعيش، يعني يعيش حالة في الإحباط واليأس، كلا. الإمام سلام الله عليه يخرج ويواجه مشروعا أو مشاريع في العالم. العالم اليوم يموج بهذه المشاريع، مشروع الاستكبار العالمي الذي اليوم تجدونه واضح، ما يحتاج إلى كتب روايات ونرجع إليها ونطبقها، إنه نعم هنا ظهر في سوريا وهلال اليوم في العراق وبكرة كذا، والإمام سوف ينطلق. طبعا نعم الإمام سينطلق في العراق، اليوم بلد الإمام وقاعدة الإمام وهي العراق هي مستهدفة، وكلكم ترون وتسمعون. ولكن لا يمكن أن نقول الآن، يمكن بعد 100 سنة، بعد 200 سنة. ولكن نعم، هل أن ما يجري اليوم هناك من أحداث شيء اعتباطي؟ كلا أبدا. إنما يجري هناك ليس دافعه هو البترول، أبدا، البترول موجود في كل مكان. القاعدة التي سوف ينطلق منها الإمام لتغيير العالم من هناك، طبعا يخرج الإمام في مكة سلام الله عليه، وفي مكة حينما يخرج طبعا لا يبقى هناك، مجرد يطلع هناك في مكة وينطلق الجيش الذي معه من اليماني، جيش اليمن ينطلق معه إلى العراق من مكة، ثم يصل، تقول الرواية يصل إلى النجف إلى ظهر الكوفة في 7 قباب من نور سلام الله عليه. 7 قباب يعني قد يكون طائرات، قد يكون أشياء أخرى، الله يعلم، لكن ليست خيول كما يتصور البعض. يقول في 7 قباب من نور لا يدرى بأيها هو الإمام. ليش؟ يبدو أن الوضع ليس وضع مستقر أمنيا، لا يدرى بأيها الإمام، فينزل هناك صلوات الله عليه، ومن هناك يخاطب العالم. طبعا العالم يعرف، العالم يعرف، لأن الإمام يطلع في محرم والصيحة في رمضان. وإذا لا، قد تقول كيف نعرف هذا الإمام؟ هناك حينما نقول علامات لازم تكون علامات يقين بها، مش انه والله طلع واحد الان بالعراق يدعي انه اليماني هاي علامه، لا، علامه كل الناس يعرفونها، وعلامه من علامات يعني معجزه، والمعجزه تكون واضحه لما تكون علامه، يعني شيء بين، شيء واضح، مش انه مخفي مخبى. والله فلان طلع الان واحد بسوريا اسمه كذا، قائد عسكري يشبه مواصفات السفياني، فاذا هو هذا، لا، لابد أن تكون علامة يفهمها كل الناس بكل اللغات. فحينما يأتي الخطاب أنه قد ظهر إمامكم، ينطلق في مكة سلام الله عليه، يبقى هناك فترة، وطبعا سفيان يخرج، بعدين يبعثون جيش إلى حرب الإمام من سوريا، وهذا الجيش جيش كبير يبدو، ويبدو أن الأوضاع هناك تساعد على أن يأتي هذا الجيش، ولكن الإمام يبقى في مكة. يقول له البعض انطلق تحرك من مكة، يقول لا أنا أنتظر، فيبقى هناك يقول بضعة أشهر وينتظر خبر الآية الثانية التي وعد بها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في الحديث كثيرة عند السنة والشيعة، أنه يخرج هذا الجيش الذي يسمى جيش السفياني في خروجه من المدينة، وين محل اللي يحرمون الحجاج في أبار علي أو مسجد الشجرة، هناك بعد بشوي في منطقة يسموها البيداء، هناك الله تعالى يخسف بهذا الجيش كله، ينتهي الأرض تبلعهم، ويبقى 2 فقط، واحد يوصل الخبر إلى مكة، واحد يوصل إلى الشام، ويستبشر الإمام بهذا النصر الإلهي العظيم. فينطلق إلى العراق كما ذكرت، وينزل هناك ويخاطب العالم ويطرح ذلك المشروع الذي كان ينتظر الناس. طبعا الناس لما يسمعوا الإمام مش راح ينتظروا هيك، راح يتوجهون بالملايين، الملايين من الناس، يقال يملؤون ما بين
كربلائي والنجف، هذه المنطقة الإمام هناك في هذه المنطقة، تمتلئ هذه المنطقة بالموالين والمحبين للإمام ومن كل أنحاء العالم طبعا لو أتيح لهم. والإمام يصلحه الله في ليلة، يعني في هو الإمام ما يدري متى يخرج، في ليلة واحدة في مكة يجتمع هؤلاء 313 واحد من قادته ومن الأنصار الكبار اللي عنده، يجتمعون على غير موعد ودراية، يأتيهم بأي طريقة يأتون، الله أعلم، قد يأتون بطريق الغيب وقد طريق طبيعي، يأتون إليه ويبايعونه بين الركن والمقام. وهناك كثير من الكلام في هذا وآيات، يعني بينات وعلامات موجودة، ثم ينطلق الإمام ليواجه ذلك العالم الذي ينتظر هذه اللحظة. طبعا العالم يكون في حالة، حتى عالم غير الإسلامي يكون في حالة من الملل وحالة من الاشتباك وحالة من الصلاة وحالة من اليأس، بحيث ينتظرون من يخلصهم وينقذهم. حتى يصل الناس إلى هذه الحالة يكون مجيئه سلام الله عليه في الوقت المناسب، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي يحدد ذلك. فإذا لا يمكن لنا أن نحدد يعني متى يطلع الإمام ونطبق العلامات، هذه التي يقع فيها الكثير من الناس مع الأسف اليوم، أنه مثل ما شافوا قصة صارت قضية، هجموا اليوم جماعة داعش في العراق، أنه قالوا خلاص جاء السفياني وراح يحتلوا النجف وراح كذا. نعم، لا بد أن هذه الأحداث تستفزنا، لا بد أن هذه الأحداث تضعنا أمام مسؤوليتنا، أنه نحن لا ينبغي أن نكون شيعة للإمام بالحكي، تمام؟ مش بالحكي. اليوم كثير من لولا الخيانات اللي صارت في هذا البلد في الجيش وفي غير الجيش من سياسيين طبعا وحتى من جماعتنا، لولا في خيانات وفي شراء ضمائر وذمم وممن يدعون حب الإمام، ما كان هذا يحدث، أنه مدينة كبيرة بالعراق مثلا، ثاني مدينة أو ثالث مدينة تسقط في 3 ملايين نسمة فيها، تسقط في بين عشية وضحاها بيد أرجس خلق الله، بيد شرار خلق الله الذين لا يرعون في إنسان مش فقط مؤمن إلا ولا ذمة، ما عندهم أي ضمير ولا ذمة، وهؤلاء يرعون يتحدون ولاءنا لإمامنا. إحنا إذا نظل بس هيك نبكي ونحكي ودعاء ونخلي يدينا على رأسنا وبس، مش رح نقدم الأثر. أين محلنا؟ ونسأل السؤال مرة أخرى وأجيب باختصار، نحن علينا أن ندرك وأن نعلم أبنائنا وأن نكون بمستوى التحديات. إذا ما كنا بمستوى الحدث كل هذا كلام على الفاضي، أنا أقول لكم كل حكينا ونحكي وكذا وندعي ولا شيء أصلا، ولا شيء، لأن صارنا سنين طويلة هيك نعمل. علينا أن ندرك وأن نعرف أن الإمام عليه السلام بماذا سيأتي. أول شيء وأول نقطة مهمة نقف عندها أن الإمام سلام الله عليه الذي جاء إلى هذه الأمة هو يحمل معالم رسالة جده صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يحمل مشروع الإنسانية. نحن اليوم إذا أردنا أن نخاطب الأمريكان، الناس يعني مش السياسيين، الناس، لو أردنا أن نقول لهم عندنا نحن مشروع وعندنا إمام راح يطلع، وهذا الإمام هو الذي يصلي وراءه عيسى عليه السلام، وهذا الحقيقة طبعا، هذا حتى هم عندهم، حتى في كل الكتب موجود السماوية، وقد وعد الأنبياء أصحابهم بذلك. فنقول لهم أول شيء الإمام يأتي ويحمل مشروع الإنسانية، يعني يتألم من أجل الإنسان بغض النظر عن اسمه وشكله ولونه وعرقه وين يعيش أبدا. الإمام ما دخل بشيعة العراق وشيعة لبنان وشيعة فلان أبدا، الإمام يأتي ويريد أن ينقذ الإنسان كإنسان. نحن علينا أن نوضح هذا المعنى للآخرين، وأعتقد هذا المعنى أقرب إلى أن نبلغ رسالة الإمام عليه السلام، أقرب ما نجلس بالبيت ونقرأ ونبكي وكذا والآخر ما يعرف شيء عنه. حينما نقول له أن الإمام يريد أن ينقذ كل مظلوم، كل واحد مظلوم، إن شاء الله يكون بالساوث أمريكا، إن شاء الله يكون في آخر الدنيا، الإمام منهجه منهج جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي كان إذا رأى مسيحيا في الكوفة أيام حكمه كان يتألم ويتأوه، يسألوا لماذا يا أمير المؤمنين، يقول لماذا مسيحي يستجدي يشحد يعني في مدينة في دولتي، لماذا؟ مش لازم يكون هذا الشيء. اليوم نحن ماذا عندنا؟ عندنا شيء عالمي؟ لا، نحن اليوم كلبنانيين نفكر بلدنا، صح ولا لا؟
انه بلدنا صار في شيء عليه انتبه شويه. زين كعراقيين نفس الشيء فكروا بلدهم، كايرانيين كهنود كباكستانيين كل واحد يفكر بلده. لا نحمل الى الان لم نرقى الى مستوى تفكير ومشروع الامام سلام الله عليه، لا نفكر بهذا التفكير. علينا ان نرقى ونفكر الان ليش غيرنا سبقونا؟ هذول الغربيين الان الذين نحكي عليهم، الغربيين عندهم منظمات لا تعرف لونا ولا عرقا ولا دينا، عندهم اطباء بلا حدود، عندهم محامون بلا حدود، عندهم منظمات للطفوله بشكل عام سواء كان طفل في افغانستان في هنا في امريكا، عندهم منظمات عالميه. تقول لي عندهم اموال؟ نحن عندنا اموال ايضا، عندنا اموال. الى الان لم نستطع ونقدر ان نصنع منظمه واحده منظمه على مستوى عالمها. يعني نحن نعم الشيعه عندهم جماعه يعني يفكرون بجماعتهم، السنه يفكروا بجماعتهم، المسيحيين يفكروا بجماعتهم، ولكن ان نكون بمستوى نهضه الامام سلام الله عليه ومشروع الامام الذي مشروعه انه يملا الارض، مش يملا العراق ويملا لبنان ويملا مكان اخر، يملا الارض كل الارض. اذا هو مشروع عالمي على مستوى الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. النقطه الاخرى ان الامام مشروعه انه يجمع الناس لا يفرقهم. اي صوت يريد ان يفرق الناس هذا ليس من الامام في شيء، حتى لو يصيح ليل نهار انا مع الامام وعجل فرجه الى اخره، الذي يفرق بين الناس سواء كان بالجاليه بالمجتمع بالدول بالطوائف بالاديان بالاحزاب، الذي يفرق ليس من مشروع الامام في شيء، مشروع التوحيد مشروع الوحده، وهذا ما عليه علمائنا طول التاريخ. لو قرأنا تاريخهم وسيرتهم علمائنا يحملون هذا المشروع، مشروع اهل البيت سلام الله عليه، مش مشروع تمزيق الامه انه خلص نلغي جماعه كبيره اليوم بعض الفضائيات من عندنا من غيرنا همهم دأبهم ليل نهار الغاء شطر كبير من الامه. المنهج الالغائي جاء الامام حتى يشيله من الوجود، جاء الامام سلام الله عليه حتى يحل محل منهج اخر وهو منهج توحيد هذه الامه وتوحيد كلمه هذه الامه. ايضا كما ذكرنا مشروع الامام عليه السلام هو مشروع لكل العالم، حيث ان حركه الامام لا تعرف حدودا معينه. في الروايه تقول انه اذا خرج الامام عليه السلام لا يبقى مكان ولا تبقى قريه الا ونودي عليها بنداء لا اله الا الله محمد رسول الله. الله صلي على محمد وعلى محمد. لا يتحزب الامام لعشيرته ولا لطائفه معينه ولا لقوميه معينه. انصاره تعرفون اكثر انصار الامام ليسوا من العرب، تعرفون ذلك؟ اكثر انصار الامام ليسوا من العرب، العرب حايرين بالدواعش. العرب حايرين كيف يسقطوا شيعه اهل البيت وكيف يسقطوا مشروع الامام، ولكن هيهات يخسأ هؤلاء الحيوانات البشريه اذا صح التعبير الذين يفجرون انفسهم في اتباع اهل البيت لا لذنب اشتروه ولا لذنب فعلوه، يخسى هؤلاء ومن وراءهم، لان هم هؤلاء لا يمثلون انفسهم، هؤلاء يمثلوا دول اقليميه دول كبرى تزودهم حتى تفتت هذه البلاد الاسلاميه، حتى تدمرها، حتى تنهي كل ما عندها من خيرات، واذا دخل الحرب الطائفيه الى بلد دمرت كل ما فيه. شوفوا لبنان والعراق كان عايش آلاف السنين يعيش الآن، في مسيحيين وفي مسلمين وفي سنة وشيعة وكل شيء وصابئة، ولكن الآن تقريب كل هذه المنجزات اللي عمرت الحضارة الإنسانية هناك في هذه البلدان في سوريا طبعا الآن يراد لها أن تنتهي إذا دخلت هذا التفكير الطائفي التفكير الإلغائي التفكير التكفيري إلى بلد ما أنهى كل شيء ولم يبق شيء وسوف يسقط البناء كله على رؤوس الجميع. ولهذا نحن مأمورون، لهذا نحن حريصون. نعم تقول لي كيف يعني نصير احنا نلغي ولا نلغي البيت؟ نعم لا نقول ذلك، نحن نبلغ بأهل البيت ونحن ندعو الى مشروع اهل البيت، ولكن لا نهرج على الاخرين لانه يختلف معك بالمذهب او بالدين او بالطائفه تلغيه وتكفره وتسبه وتعنه، هذا ليس من اهل البيت عليه السلام. علينا ان نبلغ وان نكون لسان لاهل البيت بافضل طريق، ان ندعو الناس حتى يتقبلوا، حتى الناس يشعروا ان هذا المشروع هو مشروعهم. يعني الان الانسان الامريكي مثلا الذي يعيش الضياع، الان في كثير من الناس ملايين بالبلاد هذه
يعني كما يقولون هوبلس، ما عنده شيء أمل، من فقد الأمل، لا شغل عنده ولا عنده مستقبل ولا عنده أفق الحياة، ولا هذا يشوفون المخدرات والانتحار وكل أوروبا يعني كل الغرب. الغرب العالم الغربي اليوم يعيش حالة الإحباط وحالة الفشل وحالة الضياع. لما تقول له أنا عندي إمام، هذا الإمام عنده خطة إلهية، خطة محكمة لنشر العدل، لإزالة الظلم، لإقامة الحقوق، لأداء الحقوق إلى أهلها وإرجاعها إلى أهلها، لماذا لا يقبل به؟ لماذا لا يقبل به؟ يقبل به. ولكن لما تأتي إليه وتقول له الإمام أمرني أن أسبك وأنت مسيحي وتكافر وتكذب، كيف تتقبل منك هذا؟ كيف تتقبل؟ علينا أن نبلغ لإمامنا، علينا أنه نزيل وأن نمهد الطريق. أن تمهد للإمام ليس أن تدعو له فقط، ليس أن تخلي يدك على رأسك فقط، هذا شيء جيد. أن تمهد للإمام أن تزيل المنكر، تقلل المنكر. كلما ازداد المنكر والتراجع في المنكر في الجالية، في البلد، في أي مكان، يعني الإمام طولت قضية أكثر. نعم، ونحن كلنا مسؤولون. يعني اليوم الأمر معروف أنها منكر معطل، والإمام رسالته هي هذه. إذا الإنسان شاف منكر ولم يغير، وابدأ بأقرب الناس إليك، ابدأ بأهلك، وابدأ بأبنائك، وابدأ بمن تؤثر عليهم. ما تقول ايش دخلني أنا، والله فلان يصطف، ايش دخلني فيه. لا، أنت مسؤول، الأب مسؤول، الأم مسؤولة عن أبنائهم، أقرب شيء لهم يعني أن يقولوا كلمة. أما أن يرون المنكر وأولادهم يقودوهم إلى المنكر وهم مجبرين ويقول لا خلاص هيك الأمور ماشية، هذا خذلان للإمام، وهذا ضربة لطعن، طعنة لقلب الإمام سلام الله عليه. أن تنصر الإمام وأن تكون مواليا لله لا يعني فقط أن تلهج باسمه السلام. نحن نحتاج هذا، نحتاج لأن نقيم أدعية للإمام عليه السلام. الإمام هو يتألم أكثر منا، يتألم. ولهذا في هذه الليالي العظيمة في شهر شعبان وفي شهر رمضان علينا أن لا نترك دعاء للإمام عليه السلام. أقل شيء الإنسان يصدق على الإمام يقوم بعمل من الأعمال عن إمامه. نحن نصدق عن أنفسنا، طيب واحد صدق عن إمامه؟ في كثير مؤمنين يحجوا عن إمامهم، يصلوا عن إمامهم، يقول قد واحد يقول مش محتاج للصلاة. لا، هذا يخليك أنت مرتبط به، تشعر أنه فعلا هو موجود، مش أنه شيء من الماضي أو من التاريخ المستقبل اللي إحنا مش راح نعيشه. الإمام معنا، يعيش معنا. وإذا دهمتنا بلية أو مصيبة نعوذ بالله تعالى، الإمام يشعر بكل هذا، وعلينا أن نتوجه إليه، نزور الإمام. هناك زيارات الإمام موجودة كثيرة، علينا أن نعيش مع الإمام عليه السلام فعلا. يعني حياتنا تعيش، أبنائنا الآن يفتحون عينهم بالبيت يشوف الأب والابن، يعني الأخوة والأخوات والأب والأم، كلهم يعيشون مع الإمام سلام الله عليه، دائما يعيشوا، يعني يلهجون بذكر الإمام عليه السلام. هاي تأثر عليهم، تؤثر عليهم. أما الأب يفتح عينه البيت مش سمع بالإمام المهدي، بس يسمع اسم المهدي، من هو المهدي ما يعرف شيء. طيب كيف يكبر هذا وإحنا نترجى أن يكون من أنصار الإمام؟ تعرفون أنه في احتمال، وهيك يقول بعض العلماء، في احتمال أنه أن من يأتي مع الإمام من هذه البلاد، يعني بعضهم يقول الشمس تخرج من الغرب، مش معنى الشمس هاي الشمس، وإنما العدل والأنصار الخلص قد يخرجون من هذه البلاد. لأن الآن أبنائنا وبناتنا اللي نشؤوا في البلاد الحمد لله عندهم فطرة سليمة، عندهم طيبة، طيبة قلب، بس شوية يضبطوا أمورهم، يعني يضبطوا أمورهم الدينية شوية، صلاتهم، صيامهم، الحجاب، الأمور هذه الأخرى يضبطوها، يكونوا من أنصار الإمام. ليش لا؟ ليش لا؟ لا يقول الإنسان أنصار يعني بس مشايخ يعني والعايشين بالبيران والنجف، لا. أنا قلت أن أكثر الناس قد لا يعرفهم الإنسان، هؤلاء يعيشون يعني ناس حادين. الإمام بحاجة للدكتور والمهندس مش مشايخ، لا، يمكن آخر الناس مشايخ يروحوا، بعضهم يحاربون الإمام. نعم، هؤلاء اللي ما كان حق الإمام مثل الآن تجي ملايين الأموال وأكل حق الإمام الخمس يعني يأكله، كيف يرتاح الإمام يأتي إليه يقول أعطيني مصرياتي؟ ما يقبل. وحتى الإنسان العادي الذي لا يخمس ولا يدفع حق الإمام لا يعجبه الإمام، لأن الإمام هو ما في حق الإمام في حياته. فإذا أنا أتوقع وأرجو من الله عز وجل أن يكون من أبنائنا من نشأ في الغرب، ممن تسطع أنوارهم، ممن تزهر قلوبهم. في الرواية أن أنصار الإمام سلام الله عليه قلوبهم أشد كالقناديل المعلقة بالسماء، يعني كلها نور، كلها عطاء، كلها خير، وهذا الخير موجود، علينا أن نستثمره. نحن علينا أنه يعني نسوي investment،
لازم احنا الان كل واحد من الاب والام مثلا ما يقول له خلص يعني دونت اندرستيميت انه ابني مش معقول يسمع الامام، مش معقول، لا معقول يعني اشتغل عليه، اشتغل جيبه علمه القران، علمه الدعاء، علمه الصلاه، ربط اموره يصير. ليش لا؟ ليش لا؟ ما تقول انه والله لا ما بيصير، ما يطلع منه خير، يطلع منه خير يكون دكتور مهندس ومتعلم ومع الامام، احسن ما يكون جاهل وامه معتر، افضل بكثير. الامام مش بحاجه لهن اصلا، ما يطلع فيهم، ما يطلع بالناس التعبانين ابدا، الفاشلين بالحياه اللي قاعدين 24 ساعه بس يقتل الوقت هيك على الفاضي، الامام ما يطلع فيه ولا يريد اصلا، لانه الامام صاحب مشروع، صاحب شغل، صاحب عمل، ما عنده لحظه واحده فراغ، ما عنده فراغ، يشتغل ومن الان اشتغل مش بعدين. الان شفتوا الان العالم كله والكفر كله والنفاق كله يشتغلوا ويخططوا، قبل اشهر يمكن مخططين لاحتلال مثلا الموصل وغيرها، وحتى الله يستر من اماكن اخرى يخططوا ويشتغلوا وضاغطين امورهم بشكل متقن، واحنا نايمين نايمين، بعد ما يصير يطلع الواحد يحشم الثاني يلا وخل نروح وكذا. هذا مش شغل، هذا مش شغل اصحاب الامام ولا انصار الامام. شغل انصار الامام انه رو السيوف من الدماء تروا من الماء. شغل علي بن ابي طالب سلام الله عليه لما منع الماء في يوم صفين، معاويه منع عليه الماء، قال لهم انتم الامم لا تهابكم، لا تحترمكم، ما في قوه، ما في وحده، ما في عزه، ما حد يطلع فيكم. لا تفكروا انه الغرب يعطينا سلاح وكذا. الان الدول الاسلاميه مكشوفه، ما في ان يحركوا طائره واحده بدون ما يجي خبير غربي. هذه الامه الامام لا يعبأ بها ولا يحترمها ولا احد يحترمها اصلا. متى ما اعتمدت هذه الأمة على نفسها وعلى قدراتها، وهي كثيرة عندها خيرات وعندها ما شاء الله طاقات بشرية وطاقات أخرى، متى ما اعتمدت على نفسها وصنعت مجدها بنفسها كانت أقرب إلى الإمام سلام الله عليه وعلى مشروعه، ومتى ما عاشت بالأمنيات وبالخيال وبالتمني الذي هو رأس مال المفلسين ابتعدت عن الإمام ولو ذكرته صباحا ومساء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه، وأن يرينا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأن يكحل نواظرنا برؤيته، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الله صل على محمد وعلى آل محمد.